فكر بشار الكلب اذا قطع الغاز ما نعرفش نخبز على الحطب والورق. نخبز ليش لا؟ صامدون قاعدين على قلبه نطحن نخبز والخير كثير ونقي زيتون ونعصر زيت. صرنا 15 سطل زيت نسوي معيس للجيش الحر الله يكرمه. وهنا نخزر بقوة الساخن قاعدين على التنور. لمين بتخبزن قاعدات؟ للجيش الحر. الجيش الحر وين بدنا نخبز؟ أولادنا يعني مفكر بنخبزه بده دم الموت اللي تم لأولادنا فشل أحامينا وطالنا.